في المنطقة الجنوبية. التلول هذه التي كانت بواجهة إسرائيل والتوازن الاستراتيجي مع إسرائيل، هذه التلال يعني تل الحارة يقال إنه معجزة، أكبر تل استراتيجي استماتت إسرائيل في 73 لا تستولي عليه وما قدرت، طبعا بفضل القوات العربية وليس بفضل القوات السورية آنذاك. هذا للتاريخ. القوات العراقية والأردنية تحديدا، العراقية والأردنية، العراقية من الشرق والأردنية من الجنوب. يعني تريد أن تقول في حرب تشرين لولا القوات العربية لراحت دمشق، راحت دمشق لولا القوات العراقية والعراقية أبدا.